السلام عليكم. جساي اني باش نقدم البروجي نتاعنا. انا فهد بحاج علي سوسيتي سبيك ايموبيليا. عندنا بروجي هذا البروجي الثاني اللي عملناه في بومهل ورا كارفور ماركت نتاع بومهل اللي تشوف فيه هذا. بون ما فيش بوكو دابارتمون، فيه 32 ابارتمون، دونك ان بو سولاجي او نيفو دو لي اوكيبون. C'est du haut standing, revêtement du grès dans la masse, que ce soit faïence ou la sol, cuisine agencée, équipée par, équipée, climatisation dans le séjour et dans une de la chambre principale, chauffage central, projet mizien, faux plafond, cache lumière, معناها حاجة مزيانة حلوة بالكدا. لو بي سا فا اتر انتر 1800 اي 2000 دينار بار رابور سكون فا دوني كوم برودوي فيني. جيسبيغ كو لو بي لي تري ريزونابل. ومرحبا بكم باش تفضلوا تشوفوا البروجي وتشوفوا لا كاليتي دو كونستركسيون ولا كاليتي دو فينيسيون. سي 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 فريمون سي امبورتون. تفضلوا مرحبا بكم، يا اما تتصلوا بنا سور لو بروجي والا سور لو نيميرو تليفون 26 700 725. سي فهد بالحاج علي مرحبا بك في قناتنا تونس العقاريه تي في. نحب نذكر انت ديريكتور جينيرال دو سوسيتي سبيك ايموبيليير، كان تجي تعطينا اكثر معطيات على سبيك ايموبيليير. بون سبيك ايموبيليير سي بروموسيون سوسيتي دو بروموسيون ايموبيليير الكاتب، سبيك سوسيتي دو بروموسيون ايموبيليير الكاتب. عندنا توا اول بروجي بديناه في جربه. جربه سي سي ان بو بلو ديفيسيل كو تونس العاصمه، تعرفوا شويه خاطر سي ان سيكتور كي ان بو délicat ou qui touche beaucoup plus l'étranger que les Tunisiens. Ou tawa deuxième projet on a fait Boumhal, ça mène à Saint-Germain ou à Carrefour Boumhal. Bon, c'est une société on a des terrains fi Djerba, خاطر plus que le promoteur ou Djerbi ou بطبيعته. Donc ou des terrains fi Tunis. بدينا الاول بروجي في جربه، ريزيدونس حكمه فيها اللي كونستروييت سور ان تيران دو 22000 متر كاري، كونستيتيي دو 18 فيلا ايزولي افيك بيسين اي 4 ايموبل اون اير بلس 2، خاطر جربه ما تنجمش اكثر من 2 ايتاج، افيك بيسين كوليكتيف اي اسانسور. سي دو ستاندينغ. دورنا شويه دولاب مع لي زيترونجي، مالوريزمون جات الثوره اون توتون و ونقصت شويه الخدمه، مي الحمد لله تو فما ريبريز. حضوركم في مثل الدورات هذه ليموبيلي 2015، شنو الهدف من المشاركه في المعرض كمان 2015 ليموبيلي 2015؟ والله الهدف هو ان نكونوا بريزون ونعرضوا البروجي نتاعنا، تكون قريب للكليون، تحاول تفسر البروجي اكثر. عندنا دوتر سوبور دو كوميونيكاسيون سي فري، مي المعرض زاد عنده امبورتونس كبيره باش تكون كونتاكت ديريكت مع الكليون. نعرفوا زاد اللي الحريف تو ولا ترو زيزيجون، يشيخ توجور لو هوت ستاندينغ، شنو تقدم سبيك ايموبيليير في لو ستاندينغ؟ احنا تو في البارابور معناها شنو اللي نعطي كوم برودوي فيني، تو لي دوموند كثروا تو معناها باغ اكزومبل كي تحكي على الدوبل فيتراج، الناس الكل تو ولات تفهم في الدوبل فيتراج، تفهم في لوغري على موس، تفهم في الفولي الومنيوم، في السانيتير، في كل شيء. دونك تو معناها pour être concurrentiel dans le marché, il faut s'adapter aux besoins du client en fin de compte. Donc au niveau des cuisines, l'aménagement des cuisines, l'agencement des cuisines, les salles de base, la qualité de sanitaire, avec meubles, les placards, tawa le client va le faire en 100%. Donc ou le promoteur c'est qu'il fait يلزم يتجاوب مع لي بيزوان تاع. يعطيك الصحة سي فهد، احنا حكينا كاليتي ونعرفوا il faut avoir l'équation qualité prix. Au niveau prix شنو تجي تقول لهم؟ والله au niveau prix معناها احنا on estime être raisonnable في الاسواق نتاعنا، احنا نعرفوا اللي توا السوم تاع التيران بدا يغلى وماشي في الزيادة معناها بورتون معناها برشا حاجات الايكونومي نقولوا اللي هي واقفة وكل شيء، اما التيران يبير جامي دو لا فالير معناها ديما ترقع في الطلوع. الاسواق نتاعنا معناها بارابور ستاندينغ، خاطر يفو فواغ شنو الكاليتي دو ستاندينغ، شنو لي ماتيريو اللي نستعملوا فيهم، وشنو الكاليتي فينيسيون اللي تقدمها، باش تنجم تقول هذه غاليه ولا سي بروبورسيونيل. يعني احنا توا 1800 انتر 1800 2000 دينار لو متر كاري باتي فيني، دونك نتصوروا اللي سوم ريزونابل برشا.
وان شاء الله فيزافي لي كليون. احنا في النهار الثاني توا يظل لي فما اقبال حسب ما تشوفوا دوما، شنو تجاوب لي كليون توا فيزافي البرودوي اللي عندنا؟ والله احنا اليوم ثاني نهار في الفوار، دونك يبا البارح يخدموا العباد، يبا بوكو دوموند. اليوم حسينا شويه تحسن بارابور البارح، مي للتوا سانسيرمون معناها مازال ما كناش نتصوروا، مازال ما وصلناش للكليونتيل اللي نتصوروا، معناها لي كونتاكت اللي كنا نتصوروا نعملوهم. ويا سي فهد بالحاجه اللي نشكروك، وان شاء الله في لقاءات اخرى ان شاء الله. بارك الله فيك. عايشك، مرحبا بكم.